والآن راح نحكي عن فتاة مميزة اسمها بلسم. بلسم ولدت بإعاقة حركية ما منعتها من أنها تسعى وراء شغفها. عشقت الحيوانات وقررت أنها تدرس الطب البيطري عبد العزيز، لكن بعد كذا فعلا قصة ملهمة تغريد ومشاهدينا. بعد كذا ما ساعدتها الظروف وتحولت لصيدلانية، لكنها لم تستسلم. قصة هذه الفتاة الملهمة مع الزميل نزار العلي، نتابع. بلسم عاطف محمد صالح نصر الدين، 22 سنة، اتولدت بإعاقة حركية. بعدين قررت أدخل طب بيطري، بس ما في للبنات غير في الحسا، فكان صعب إني أروح لين هناك. جلست في البيت 3 سنين، قعدت أحاول أدور شيء يشبه الطب البيطري، إلين دخلت الصيدلة لأنها أقرب شيء للبيطرة. عندي طيور أنواع، وعندي سناجب، أرانب، قطط، سلاحف. علاقة تربطني بيهم ما تقدر تحددها بكلمة، يعني العلاقة اللي بيننا شيء كبير. سبب أني دخلت التخصص هذا هم أولاً، ثاني شيء أنه عندي حساسية من الأدوية، هذه النقطة الثانية اللي خلتني أدخل التخصص. كنت محتارة بين المختبرات والصيدلة، رحت كلمت واحد بيطري أعرف وسألته إيش أقرب تخصص للبيطرة وأقدر بعدها أرجع أكمل بيطرة. قال لي صيدلة المختبرات. احترت بين الاثنين مرة. بعدين صار عندي حساسية من الأدوية مرة كثير، ما أقدر أخذ أدوية، فقلت ليش ما أدخل صيدلة ومنها اخترع لنفسي دواء. وهذا الشيء كمان غير الحيوانات اللي خلاني أدخل الصيدلة. تخصص جدا جميل، شوية دسم، صعب، بس أحتاج جهد وأنا أقدر. تخصص الصيدلة له قسمين اللي هو فارم دي وفارم بي. أنا تخصص الفارم دي اللي هو كلينيكال دكتور فارماسي، له عدة مجالات، إما أشتغل في شركات أو صيدليات أو إني أصنع الأدوية. أنا صراحة حابة إني أبدأ الشغل يعني تصنيع الأدوية، هذا اللي أنا خلاني أدخل التخصص. بناخد كالكوليشن، أورجانيك كيمستري، فيسيولوجي، الجسم البني آدم إنه كيف الدواء الميكانيزم حقته تشتغل جوة الجسم وزي كذا. أجي مع بابا وصلني وروح الدوام، دي أهم شيء إني ما أتأخر على وقت المحاضرة، أدخل قبل الدكتور. أغلب محاضرات أنا ورا بعض، والبريك حقنا ساعة واحدة. إذا كنت فاضية يا إما أجلس مع صحباتي أو أروح أراجع المحاضرات وأحل الواجبات اللي عليا، بس لما أرجع البيت ما يكون في عليه شيء كثير. أبى أتعلم كل شيء يفيدني، أي شيء فيه له فايدة لي، علم جديد، العلم ما له حدود. أبى أتعلم لين يعني أموت، ما في حدود للشيء اللي ممكن الواحد يتعلمه، لأنه العلم كل يوم بيتطور. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا جميل؟ الحمد لله يا رب العالمين. أنا خلصت. خلصتي؟ ايوه. طيب انا تحت بستناك، طيب لما توصل اتصل علي. طيب مع السلامه. لـ MBC نزار العلي، جده.